السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نحن مع موعد لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، أكيد بعد رئاسيات وبعد الانتخابات اللي كنا شفنا فيها وعود رئيس الجمهورية اللي كانت تصب أغلبيتها في رفع القدرة الشرائية والشق الاجتماعي للمواطنين، تحسين القدرة الشرائية، تحسين المداخيل إلى آخره، بناء السكنات، الدعم، دعم الدولة. أكيد الغلاء راه عالمي، ماشي غير في الجزائر فقط، لكن حنا نتكلموا على أنفسنا بالدرجة الأولى. الأسعار مرتفعة وراها غير تزيد، يعني ولاحظنا أنه حتى بعض التجار يعني كاين اللي يستغل الفرص، يستغل الكلام، يستغل إلى آخره، أنه كاين زيادات. إذا نزيد في هذيك القيمة نتاع وهكذا، وأنه الرئيس قال أنه راح نحاول أنه نرفع القدرة الشرائية للمواطن. بالفعل زيادة في الأجور بنسبة 53% جاية إن شاء الله على مراحل، راح تبدأ المراحل الأولى في سنة 2025 بإذن الله في قانون المالية سنة 2025، وقتاش الشهر تاع التطبيق ما على بالناش يعني، لكن البداية حتكون في 2025. زيادة في منحة البطالة أيضا في سنة 2025 في قانون المالية سنة 2025، دونك زيادة منحة البطالة حنا نستناو زيادة توصل حتى 500,000 يعني باش تولي 2 ملايين، ولكن هل 500,000 حتتزاد ضربة واحدة ولا يعني حيزيدوها ضمن مراحل؟ وهذا الأمر المرجح أنه راح تكون ضمن مراحل. زيادات في المنحة الجزافية، لأنه قال راح نزيد في المنح وتكرر عدة فئات، هذه الفئات المنحة تاعهم واسمها اسمها المنحة الجزافية. دونك كي نقول احنا يزيد في منحة ذوي الهمم ولا منحة المعوزين إلى آخره، هادو يستفادوا من منحة الجزافية اللي هي 700,000 ومليون و200 يزيد فيها إن شاء الله بحلول إن شاء الله السنة الجديدة. بزاف راهم يقولوا يدخل جونفي تبدأ الزيادات، نو ما قلناش جونفي، بمجرد دخول سنة 2025 يعني تدخل في قانون المالية التطبيق من وقتاش ما على بالناش، لكن إن شاء الله بحلول السنة تبدأ يعني باش تصدر النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية، أكيد ضمن دراسات، ضمن تحضيرات، إحصائيات إلى آخره. وكنا شفنا مؤخرا رئيس الجمهورية كان قام ب يعني ترأس مجلس وزراء أو عقد مجلس وزراء لدراسة هذه الزيادات وهذه الأمور، وبالفعل بدأ التحضير لقانون المالية لسنة 2025. لماذا؟ لأنه كان الرئيس يعني جار المعتاد أنه كي تكون كاينة انتخابات إلى آخره، الحكومة اللي تكون مقبل يعني تروح وجي حكومة تاع العهدة الجديدة، ولكن بالفعل الحكومة رئيس الحكومة أو رئيس الوزير الأول يعني كان قدم استقالته، كان الرئيس يعني أمره أنه يأجلها. لماذا؟ لأنه الوزراء الحاليين أدرى بما هو موجود من معطيات، أكيد من معطيات لبداية أكيد تطبيق الزيادات بشكل أو بآخر. إذن زيادات المتقاعدين أيضا على موعد مع بداية العهدة، أكيد سنة 2025 راح تكون هي البداية يعني لسلسلة من الزيادات المتواصلة. زيادة ما حش تدخل ضربة واحدة، يعني أنه نرقدوا ونوضوا يعني نلقاو هذاك الأجرة كانت تدخل بقيمة محددة وغدوا من ذاك نلقاو قيمة أخرى، وهذيك القيمة تكون قيمة كبيرة يعني قيمة تاع مثلا نفرضوا تاع 53% كي بالنسبة للأجور، لا مستحيل، هي قيمة 47%، وكنا شفناها على مدار 4 أو 5 سنوات يعني من الزيادات المتكررة كل سنة باش وصلنا قيمة 47%. كاين فئة راهي تكتب لي وتقول لي 47% ما شفناهاش، لا، الوظيفة العمومي 47% هذه خاصة بالموظفين وليس بالمتقاعدين، رغم أنه كان بعض المتقاعدين لقاو زيادات وصلت حتى فاتت 50% على مدار العهدة اللي فاتت، لكن بالنسبة للأجور بالفعل الوظيفة العمومي شهدوا زيادات توصل 47% مع احتساب أكيد المردودية، مع احتساب أكيد جميع الزيادات، يعني كنا رفع الحد الأدنى للأجور اللي رفعوا في العهدة اللي فاتت وإن شاء الله قال أنه حيزيد يرفعوا، رفع الحد الأدنى لمنح ومعاشات التقاعد كهذه بالنسبة للمتقاعدين، وكان خفض الضريبة لمست الجميع، يعني مست جميع القطاعات ومست حتى المتقاعدين.
وثاني يعني رفع النقطة الاستدلالية على عدة مراحل، وكان زيادات في القطاع الاقتصادي تاني في بعض المنح، وأيضا كان زيادات السنوية المتقاعدين اللي كانت بطابع استثنائي، يعني كنا شفنا خاصة هذول اللي فاتوا يعني اللي كانوا في 2023 أو كنا شفناهم أو 2024 عفوا، كنا شفناهم أنه كانوا زيادات جامي سراو بهذيك الطريقة أو بهذيك القيمة. بالفعل تطبيق الزيادات كان بطريقة تدريجية، وهذا واش راح يصرى، هذا واش راح يصرى، أنه الزيادات تاني يبقوا يطبقوا بطريقة تدريجية بالنسبة للأجور بالنسبة للتقاعد، ونظن أنه بالنسبة لمنحة البطالة أيضا كاين زيادات، أيضا في منحة الطلبة وكاين زيادات في المنحة الجزافية، وبالنسبة لمنحة المرأة الماكثة في البيت اللي قلت لكم أنا نرجح أنه يكون يتكلم على منحة الأجر الوحيد، وهي إحدى المنح العائلية اللي لازم يزيدوا فيها لأنها مبلغ تاعها راهو صغير بزاف، لكن أنه تكون استحداث لمنحة ربما لما لا، لكن أستبعده. هذه هي اللي راهم تاني يطالبوا بإلغاء اللي يرجي، قلت لكم التخفيض الضريبي وارد جدا، وديجا هو قال نزيد نخفض الضرائب، لكن انه التخفيض اللي يرجي او الغائها عفوا استبعده تاني، لانه الزيادات راح تكون كبيره بزاف لبعض الفئات، وفي هذه الحاله راح يكون التضخم بصفه او باخرى، انه يكون تخفيض بالتدريج لا بأس، لكن أنه إلغاءها نهائيا لا أظن. هذه هي دونك نحن على موعد أو في انتظار بداية تطبيق زيادة الرواتب زيادة الأجور. بالنسبة اللي راهم يسألوني أيضا على، نظن هذا الفيديو جاء تقريبا كما البث المباشر، البث المباشر يعني ندخل في موضوع ندخلش في موضوع بناء على الأسئلة، لكن هذا الفيديو تاني أنا نجاوب فيه على أغلبية الأسئلة اللي يجي في القناة. قوانين الأساسية تصدر قبل نهاية العام خاصة بالنسبة لقطاع التربية، وكان الوزير الرئيس قال وزاد الوزير يعني. نزيد نواصل رفع القدرة الشرائية بالأخص بالنسبة للأجور المنقوش البسيطة، ولكن اللي هي في أدنى سلم الأجور، نزيد نقص من ضرائب الأجور هذه، نزيد نرفع في الأجور من حتى لسنة 2027 إلى نلت الثقة نتاعكم، نزيد نواصله حتى نصبح 47% نتاع اليوم، نوصل في 27 إلى 100% زيادة في الأجور إن شاء الله. بالنسبة للمنح التقاعد نفس الشيء، إذن نعاود نراجع كل ما هو في صالح المواطن فيما يخص تقوية قدرة الشرائية نتاعه. بالطبع يعني نحارب التضخم مثل ما نحاربه فيه اليوم، والتضخم اليوم الحمد لله نزل من 11%، اليوم رانا ندور حول 6%، ونزيد نقلص من التضخم، لأن ما نقلص من التضخم معناه راني نزيد في القدرة الشرائية، نزيد نرفع من القيمة تاع العملة الوطنية إن شاء الله، راها تدريجيا ترفع حتى نوصل لحدود معقولة تاع قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملة الأجنبية. نراجع قانون البلديات ونراجع قانون الولايات.